اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من دليدي. في اول اسبوع من السنه دايما يعني مهمه البرامج الاعلاميه ان هي تحفز الناس وتقول لهم ايه القواعد الجديده الصح اللي لو تقدروا تعملوها حياتكم بتبقى احسن وافضل. كلنا في بدايه اي سنه بنتمنى حاجات حلوه، بنتمنى اي اسى اي حاجه وحشه حصلت السنه اللي فاتت ما تحصلش تاني، وبيبقى عندنا تفاؤل. فيمكن أول رسالة هوجهها ليكم في سنة 2021 هي الرسالة دي الحقيقة عشاني وعشانكم، وخلينا عارفين إن اللي بينصح مش لازم يكون بيعمل نفس الحاجات دي، بالعكس يعني دايما كلنا بنقول إن فاقد الشيء يعطيه، لأن هو أدرى واحد بقيمة الحاجة دي، أو أنا عايزاكم أفضل مني أو عايزة إن إحنا نكون على وتيرة واحدة ومع بعض. في حاجات الحقيقة احنا بتمسك بيها على الرغم ان هي بتسبب لنا حزن كبير. في 15 حاجة بالظبط لو بطلنا نعملهم حياتنا كلها هتبقى احسن بكتير. والكلام اللي انا هقوله او ال 15 حاجة دي لازم نحاول نستفاد منها على قد ما نقدر. مش مهم اعملهم ال 15، اخد 2 3 ان شاء الله حتى واحدة يمكن هي اللي تكون ناقصاني وتفرق في حياتي وفعلا تقدمني للأفضل. 1، كلامي موجه طبعا في المقام الأول للسيدات، لأن ده هدفي ووجودي في برنامج دليدي اللي هو إفادة السيدات أكتر، ولكن برضو احنا في سنة جديدة فهيبقى كلامنا للكل المرة دي. 1، بطلوا الرغبة الملحة اللي هو أنا لازم أبقى صح. احنا في الاول وفي الاخر بشر، انا انسان، في ملك بيكتب اخطائي، ولو انا ما بغلطش مين هيغلط؟ بالعكس انا بحس ان احنا جينا الدنيا دي عشان نلعب ونقع ونقوم ونغلط ونتعلم من غلطنا ونمر بتجارب جديدة وحياتنا تكون افضل. انا مش لازم ابقى صح، لان اي انسان في الدنيا بيبقى عنده اخطاء، واي حد في الدنيا بيبقى قابل ان هو رايه يبقى صح او غلط او فعله صح او غلط. فخليك متفاهم لطبيعتك عشان تكون مرتاح اكتر. 2، دي مهمه قوي 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 قوي، بطلوا تحاولوا تسيطروا على كل حاجه حواليكوا، اللي هو لازم كل حاجه تبقى بيرفكت وتحت السيطره. خلاص، الرغبه الملحه في ان انا اسيطر على الظروف والحياه والمواقف وكل الناس اللي حواليا، خلي اللي يحصل يحصل وخلي الناس تعمل اللي هي عاوزاه، سيطر بس او سيطري بس على نفسك. الشخص الوحيد حرفيا اللي تقدر تسيطر عليه هو انت فقط، لكن لا تعرف تسيطر عليا ولا عليه ولا عليها ولا على اي حاجه. لو قدرت تصدق ده شوف حياتك بعدها هتكون عامله ازاي، او حياتك طبعا. 3، بطلوا تلوموا الناس وخليك انضج وخليك مسؤول عن حياتك انت. بطل تلوم الناس، بطل تلوم الظروف، بطل تعلق فشلك واخطائك والحاجات اللي ما قدرتش توصل لها على الاخفاقات واكبر مشكلة تحصل في حياتك تقول اصل انا كانت نفسيتي تعبانة لما ده حصل، وخد المسؤولية على حياتك كلها من الالف للياء. عليك انت، انت مسؤول عن نفسك، انت انسان بالغ عاقل مسؤول عن نفسك. اللي حواليك ملهمش اي علاقه بالموضوع حتى لو ليهم ذنب في اللي حصل. 4 دي مهمه قوي، ويمكن ناس كتير بتقع فيها وما بتبقاش عارفه ان هم بيعملوا كده ليه، والناس بتكرههم ليه، وبيبعدوا عنهم ليه. بطلوا تتكلموا بانهزامية عن نفسكم، بطل تحكي ذكرياتك المؤلمة وظروفك السيئة. يعني ليه بتحاول تكسب تعاطفنا معاك على حاجة مثلا في حياتك، مرورك بحاجات وحشة؟ يعني ليه بتحاول تطلع قدام الشلة بمظهر الضعيف؟ انا حصل معايا كذا، انا بتستفيد ايه؟ يعني هتوصل لإيه مثلا؟ يعني
ايه اثاره التعاطف ونتيجتها المبالغ فيها عليك؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه، هتخلي الناس تبعد عنك وتفكها منك وما يحبوش قعدتك. و ده دي رؤيه الناس، رؤيتك انت ايه؟ انت بتشوف نفسك ضعيف. ما انا اللي بيقوله لساني بيدي بيه اشاره لعقلي، وعقلي بيصدقه وبينطبق على حياتي. فانت عاوز تصدق عن نفسك ايه؟ ان انت ضعيف؟ بالعكس، في ناس بتبقى قويه بتقعد تتكلم عن القوه بتقوى اكتر، وفي ناس بتبقى ضعيفه وتتكلم عن القوه ضعفها بينزاح وبتستمد القوه، وفي ناس بتبقى قويه وتتكلم عن الضعف ربنا بياخد قوتهم وبيديهم الضعف. فانا اشرح حالتي زي ما هي، يعني هو فعلا تمرده تمرده، ادعي حاجه باخدها. طيب لما بدعي حاجه اكبر من اللي انا فيها، لا انا كده بحاجه بستمد طاقه، بشغل قانون الجذب اللي حواليا، الباور بتاع الطبيعه اللي الناس كلها متجاهلاه. خلاص. 5، بطل يبقى ايمانك المحدود عن نفسك اللي هو مثلا ايه، انت عشان تخينه مش هتلاقي حد يحبك قوي، ولا انت مش عارفه عشان شكلك عامل ازاي الناس هتكرهك ومش هتعرف تشتغل شغلانه فيها ايمج. البلد فيها فرص، دنيا مليانه نجاح، الدنيا بتدي للي بيقوم يسعى لها. بطل تفكر انك ما تقدرش تنجح، بطل تفكر انك مش هتعرف تعمل حاجه. غير يعني الايمان ده نابع من معتقداتي وكلامي. لو قدرت تعمل ده اقسم لك بالله انك مش هتصدق النسخه الجديده اللي هتبقى طالعه منك. 6، بطل تشكي وتشتكي. بعدين يعني لو قادر تغير حاجه يا مرحب غيرها، مش قادر تغير حاجه تقبلها على وضعها. يعني ايه اللي انت بتقعد تعمله لما بتقعد تشتكي؟ واقعد الم الناس حواليا واقعد اندب حظي، وحصل وحصل وحصل، وانا حظي قليل في الدنيا، وانا ازاي يحصل معانا، وانا بختي مايل، وانا حالي اسود، وانا الدنيا عندي بايظه. ايه اللي هيحصل؟ طاقه سلبيه ليك وعلى اللي حواليك، ومحدش هيعمل لك حاجه. فاشتكي لربنا، عشان بس ربنا هو اللي قادر انه يغير. تمام. 7، بطل تقلد وتنتقد الاشياء. في حاجة أنا مثلا ما ببقاش راضي عنها، أو حاجة أنا مش راضي عنها فبحاول أقلدها عشان أقنع نفسي بيها، وفي حاجة أنا مش راضي عنها فبنتقدها. تنتقد ليه؟ أنت مش قانون العالم، ولا تعينت في هيئة التحكيم على البشر، ولا وجهة نظرك وآرائك وإيمانك هي اللي صح وكل الناس دي غلط، ولا أنت اللي ماشي مع سير العالم والناس هي اللي منافية ليه. لأ، كل واحد بيتعامل باللي كونه في حياته. اذا انا بكون سيركل منطق، انا بتعامل بالمنطق الخاص بيا، فلان بيتعامل بالمنطق الخاص بيه، انا باخلط المنطق بتاعي على المنطق بتاعهم ليه؟ انا لما اجي افرض على حد المنطق بتاعي اللي هو مش مؤمن بيه انا اللي خسرانه. فخلينا مؤمنين ان انا مختلفه عنك وانت مختلف عنهم والعالم مختلف عننا، وانتقادك للاشياء بافوره بيبين جدا قد ايه انت دماغك محدوده. وكبر دماغك وحاول ان انت تعيش بنظره واسعه، وتخلي الحياه تديك فرص اكتر من اللي موجوده معاك. 8، بطل تحاول تبهر الناس وتاهل نفسك اللي هو انا هقعد اتكلم كتير عن نفسي، مش من باب الغرور، لا، من باب ان انا اخلي اللي قدامي راضي عني، ان اللي قدامي حاسس ان انا بطير وعندي جناحات، وان انا قادره، وان انا ما حصلتش، وان انا عندي قدرات خارقه واقدر اعمل اي حاجه في اي وقت، والناس كلها بتحبني، وعمر في حياتي ما حصل لي حاجه ولا الكلام ده. لا 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 ابقى ضعيفه ولا اقعد اتكلم عن نفسي ان انا وانا وما فيش بعدي حد، يعني انا ومن بعدي طوفان. الاعتدال حلو، الاعتدال جميل، ان انا ابقى في الوسطيه، ان انا ابقى راضيه اهلي، راضيه ربنا طبعا في المقام الاول، وان انا ابقى راضيه اهلي. حاجه تانية، انا لما بقعد اتكلم بانبهار قوي عن نفسي قدام الناس وانا في الحقيقه لا امت الكلامي بصله،
وابقى مستنيه ان الناس تقول لي شاطره برافو برافو اللي انت بتعمليه، واروح البيت اقعد مع نفسي الاقي نفسي ان انا لا اساوي الكلام اللي انا قلته. انا بحس بخزي وعار، ودي بترجع على نفسيتي بالسلب. فبطل تحاول، وبطلي تحاولي ترضي العالم، وخليكي مؤمنه بنفسك. مش لازم اقعد اتكلم عن نفسي كتير. 9، بطلوا تبقى قعدتنا كلها جوه دايره الراحه. يعني انت عايز تموت، عايزه تموتي، الناس اللي حابسه نفسها، الناس اللي عدت بدبريشن كبير، الناس اللي حصل لها مشكله في حياتها، قال لي خلاص انا هنعزل عن العالم وعلاقات سطحيه، حياه صحيه، وهفضل قاعد مكاني. الناس اللي مستنيه تموت، لا. لو في خطوه انت مثلا مأجلاها لقدام هتاخديها، فانت مكتفيه بالوقت اللي موجود دلوقتي وحاسه ان الموضوع اتموسفير ستيبل، لا انا ممكن اخد خطوه حتى لو خايفه من النتائج. توكلي على الله، والكرسي اللي انت قاعده عليه بقاله سنين مش هياخدك وينط من الشباك ويوصل بيكي للعالميه. لازم انت اللي تسيبيه وتنوي وتخلصي نيتك كده لله، وتروحي وتقدمي على حياتك. واللي بينتظر الموت بيجي له الموت، بس للاسف بيبقى موت على قيد الحياه. 10، دي مهمه جدا وفي ناس برضو تقع فيها قوي، بطلوا تسمعوا اغاني سلبيه. بطل اسمع اغاني فيها نكد، اغاني مين اللي خاني والغدارين واصحابي اللي قلبوا عليا واللي كنت كويسه معاه. ايه ليه كل ده؟ ما انا اسمع حاجات لطيفه تحطيني في جود مود، الجود مود ده هينعكس على حياتي بطريقه افضل. ليه احط نفسي في مود الحزن؟ ما وجه الاستفاده ولا اي حاجه. فانا رايي دلوقتي اي اغنيه عندكم سلبيه او اي حاجه تمس النكد باي صله ابعد عنها. يعني مش شرط ان انا اتجرح في حياتي ولا يحصل معايا تجربه اليمه اروح اسمع شيرين وست فراغ كبير واقعد اعمل اي اغاني نكد، مع احترامي طبعا لكل الفنانين على راسنا وكل الاغاني جميله، بس يعني ليهم اغاني مفرحه وحاجات حلوه تدخل في حياتنا الفرحه. فبلاش نعمل حاجات تكون سلبيه، خلاص؟ المشاعر السيئة ما بتجيبش إلا الحاجات السيئة، والمشاعر الإيجابية حتى لو هي مش موجودة في حياتي بشكل صريح بتجيب مشاعر وأفعال إيجابية. 11، الحجة والأعذار، ودايما حتى تقلك عذر أقبح من ذنب. يعني دايما الإنسان ما بيتحاسبش بنسبة 100% على ذنبه، بيتحاسب برضو على جزء من الأعذار. بطل تقعد تتحجج وتقول اصل الحقيقه دي مش صح، اصل انا لو قلت اللي حصل فلان ممكن يزعل، كدبه تفوت ولا حد يموت، وتقعد اقول لك اصل انا اعمل باصلي، واصل انا هبقى خايف، واصل انا اقعد اعمل حاجات كتير. لا، الحجج والاعذار حاجات وحشه جدا جدا جدا، وان كل واحد فعلا عايش في ظروف مختلفه، وان الحجج ما بتجيبش لهمها غير ما بتجيبش لصاحبها غير الهم. وانا لما بلاقي انسان بيتحجج كتير وبيكذب كتير وبيتكلم في تفاصيل كتير انا بسحب الثقه منه. 12، بطلوا يا جماعه تعلقوا بالناس. بطل تحس ان اللي حواليك عندهم مشاعر ابديه، وان الجو اللي انا فيه دلوقتي ده هيكمل معايا مدى الحياه، وان انا دلوقتي هو عندي مثلا حاجه و20 سنه، ان انا لما اكون عندي 60 سنه هفضل محتفظه بنفس الناس اللي حواليا ونفس الاماكن ونفس الشعور ونفس كل حاجه. فبتتعلق بالاشياء وبتحس ان الجو اللي حواليك عمل لك عمليه استعباد، فلما تيجي تفارق بتموت او بتعيش حياتك كلها بمشكله. فلا، انا لازم اكون وسطي، حياتي تكون لطيفه، مش لازم احس ان كل حاجه هتعيش معايا مدى الحياه، لا انا ممكن اي حاجه استغنى عنها بكل سهوله. 13، بطل تفكر ان في وقت عدى، والوقت ده لما انا ما عملتش فيه ده انا مش هعرف اكرر ده في وقت تاني. لا عادي، انت بس عيش ولاحق وشوف الدنيا هتكرر لك اللي انت عملته ازاي. 14، يمكن الانسان لما يجي يكرر مواقف كتير حصلت في حياته
ويفضل يحل المشاكل بتاعته بنفس الحلول اللي حلها قبل كده، عشان انا ضامن ان الحل ده هيجيب نتيجه، وان الحلول المختلفه ممكن تجيب لي حاجه ضرر واذى او مشاعر انا ما اعرفهاش، فانا مش هعرف اصد عليها واخلي حياتي روتينيه بحته. ولا كل مشكله جديده محتاجه نسخه جديده، محتاجه حل جديد، محتاجه تفكير جديد، محتاجه فعل جديد، تطلع بحاجات مختلفة وجميلة وحياتك تتقدم زي اللي الناس حياتهم بتتقدم. 15 لما بقعد أسأل نفسي ليه فلان بينجح وأنا واقف مكاني، فلان بيعمل خطوات، فلان بيستغل ال 24 ساعة اللي في حياته، فلان بيعمل حاجات أنا خايف أعملها، أنا الخوف مسيطر عليا، أنا دايما بقول ما عنديش وقت، دايما بقول أصل هو أذكى، أصل هو أحسن، أصل هو معاه فلوس، أصل هو في حياته حد بيشجعه. لا، مفيش حاجة اسمها كده. أنا اللي أقوم نفسي، وأنا اللي أدي نفسي الطاقة، وأنا اللي أقف على رجلي، لأن أنا كلنا قابلنا ناس وحشة في حياتنا، وكلنا ناس شمتت فينا، وكلنا ناس حسيتنا إن إحنا فشلة. فحط نفسك تارجت، تو تارجت، واحد أنا هنجح ومش هاجي كوكب الأرض وأمشي منه إلا لما الناس تسمع عني أو أقدم فايدة ربنا يجازيني عليها خير، والحاجة التانية أثبت لأي حد في الدنيا. فكر ان انا في يوم من الايام مش هوصل، لا انا ممكن اوصل واخد مكانك، واي مكان انا مشيت منه ارجعه واشتريه بابوابه واعمل اي حاجه في الدنيا، مش من باب الانتقام، من باب الانتصار على الذات، لان الانتصار على الذات لا يحمل وراءه اي اسى. الساده المشاهدين، النهارده حلقه مفيده قوي للسيدات، ويمكن هنتكلم احنا في سنه جديده، واي حاجه بتهم المراه في بدايه اي سنه، ايه موضه السنه دي، وايه المظهر الجميل اللي اطلع بيه، ولو انا عايزه اعمل نيو لوك، لان النيو لوك وان انا لما بغير من نفسي الحاجه دي بتعيد بمشاعر جميله، وحياتي بتكون مترتبه وافضل. خلينا النهارده نتعرف على موضه 2021 بس بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية، رحبوا معايا بضيفتي الجميله اللي منوره استوديو ذا ليدي، مصممه الازياء امل يونس. اهلا بيكي. اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طيب قولي لي، احنا دلوقتي دخلنا في 2021، كانت 2020 يمكن الواحد فيها ما كانش مهتم بالموضه قوي في ظل الاحداث الكتير اللي حصلت، الا ان انت كان ليكي طريق مختلف وابدعتي في فساتين السهره والخطوبه والافراح، وكنت معتمده على ستايل معين يمكن البنات كلها حبته عشان خاطر محسسني ان انا اميره، يعني لو انا برنسيس وحاسه بنفسي قوي وان انا في فيلم كرتون كده. قولي لي الفكره اصلا جات لك منين، وايه الموضه اللي انت كنت معتمداها في 2020؟ هل انت كنت معتمده على الموضه عامه ولا اخترتي حاجه خاصه بيكي؟ بصي، هو كان من ده ومن ده. ايوه، من الترند الوان معينه كانت ترند، زي المنت جرين، زي البيبي بلو، كذا لون من الترند. حاجه تانية من ديزني لاند. ايوه، انه يعني كل البنات بتحب بقى سندريلا، لا ميرميد، لا شخصيات كتير. فكان انسبايرد من ديزني، فعلشان كده كان مميز قوي بالنسبه للبنات. هي كمان يمكن 2020 ما كانش متاح فيها موضوع الافراح او الحاجات دي، والناس كانت منضمه قوي ان هي تمشي المرض وما كانتش مهتمه قوي. طيب احنا دلوقتي دخلنا على سنه جديده ومتفائلين بالحياه، ايه الالوان اللي يعني تفتكري 2021 هتكون مهتمه بيها قوي عن السنه اللي فاتت؟ الالوان، هو في الوان مكمله معانا في السنه الجديده، برضو المنت جرين مكمل، اللي هي الالوان اللي ما بتبطلش. اه، زي ايه بقى الاساسيات من دلوقتي؟ اللي هي الاسود والجولد والاحمر. تمام، دي اخر دراسز انا عاملاها وممكن تتعرض يعني. اوكي. وفي اللي هي الترند بقى، اللي هي المنت والبيبي بلو والخوخي والاورنج، حاجات بقى اللي هي الالوان البنات. اوكي، احنا معانا الصور اهي، ده لونه ايه؟ ده اسود. ده اسود. اه، انت كمان فوكس قوي على ستايل المحجبات. أوه. يعني صح؟ اه، مهتمه قوي بالموضوع ده. هو الديزاينز تنفع محجبات وغير محجبات. يعني انا
بخلي مفيش محجبات يحتاجوا يلبسوا بادي، ما بحبش الشكل ده. أيوة. وفي نفس الوقت ان هي لو مش محجبه بيبقى الشغل على الجسم، على الدراع او الهارت شيب ده بيكون مفتوح، فبينفع الاثنين. بينفع للاثنين. اه بيمشي مع الاثنين. طيب يعني كان مثلا من سنتين ثلاثه كده كانت المحجبه ما بتعرفش تلبس سواري، صح؟ يعني اللي بشعرها هي اللي شيك في الفرح او في الايفنت، والمحجبه مثلا ايه مش قوي، يا اما بتلبس مثلا كلاسيك او كلاسيك مخلط على سواري، لكن لوك فول سواري مثلا ما كانش بيبقى موجود. ودلوقتي دي بقت فعلا حاجه موجوده. انا ده عشان كان مشكلتي ان انا لازم علشان البس دريس يعني عاجبني شكله لازم هجيب، وبتنسبه لنفسها وتقول تصميمي الجديد وبتاع. اه بتحسي بايه؟ صح بيتحرق دمي سامحك ولا يعني بيهديني شويه ان في ناس بتعرف وبتقول لا ده تصميم امل يونس، لا ده احنا شايفينه عندها الاول. فده وفي ناس بتجيلي بتقول لي انا جربت اعمله عند حد تاني وباظ، فانا جايه عشان تعمله لي. بصي انا مش معاكي في انك تتضايقي، بالعكس انا بحس ان التقليد ده حاجه ممتعه، لان انا لما بلاقي مثلا حد بيقلدني في حاجه شكرا اوكي انا نجمه. هو مش تقليد، هو انا بالنسبه لي دي سرقه. هو دي سرقه مجهود، انا مش بقلدك في قصه شعر. ما هي كل حاجه باينه، انت منزله الديزاين الاول بتاريخ معين، فخلاص انت دلوقتي عايشه في وسط مجتمع ما بيضحكش عليه، ما بقاش حد عبيط. بالظبط. يعني كل واحد عارف دي نزلت امتى ودي بتاعت مين ومين بتقلد مين وكل ده، فاهماني؟ بالعكس انت هتقدري تجددي وهي هتفضل تقلد او هو يفضل يقلد، وهتبقى انت هتوصلي للعالميه والناس دي هتفضل فعلا مكانها، فاهماني؟ طيب اخيرا اخيرا اخيرا، ايه الموضه او الحاجه اللي نفسك تكون موجوده في الفاشن بتاع مصر وهي مش موجوده فيه دلوقتي؟ حاجه مش موجوده دلوقتي؟ انا عن نفسي مثلا نفسي نرجع لستايل الخمسينات. على فكره انا دلوقتي فعلا بعمل بروجكت كده للفانتج. انا بعشق الستايل ده. يعني ايه المشكله لو رحنا الجامعه والشغل بالفساتين المنفوشه بتاعت سعاد حسني وناديه لطفي والحاجات اللي فيها ورد؟ انت بتتكلمي عن حاجات انا لسه ما عرضتهاش. يعني الستايل ده انا بعشقه. والله ما ولا قريت افكارك ولا حد قال والله. والشابو والستايل القديم ده انا لسه منفذاه جديد، بس لسه ما اتعرضش. بس ان شاء الله نفسي نرجع للزمن ده ونلبس فساتين منفوشه ونقعد نقول سعيده بونجور يا هانم وهو يفتح لي الباب. الله الله الله. امل يونس انت لطيفه وجميله، بتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح، وان شاء الله يا رب اشوفك احسن مصممه ازياء في العالم كله وهتوصلي لها، لان انت فعلا مبدعه وحاجاتك جميله. نورتيني. ميرسي يا روح. ميرسي. الساده المشاهدين لسه مكمله معاكم فقرات ذا ليدي، اوعوا تروحوا في اي حته. من كل بيت فن لازم تطلع جميلة صغيرة موهوبة والجمهور كلهم بيحبوها. رحبوا معايا بضيفتي اللي منوره استوديو ذا ليدي النهارده، ايمي طلعت زكريا. ازيكي يا ايمي؟ ازيك يا بقى، اخبارك ايه؟ انا مبسوطه قوي ان انت معايا النهارده في اول اسبوع في 2021. وقولي لي بقى كده، بما اننا في اول ايام في السنه الجديده، عامله معاكي ايه؟ والله يعني الحمد لله، يعني بنحاول يعني احسن من اللي فاتت. بصي هو اكيد ما بانش لغايه دلوقتي لسه، بس أوكي. هي طبعا اكيد كل ايام ربنا حلوه وكل السنين حلوه، بس لسه ما بانش لسه. والله يعني انا حتى بزعل قوي لما الناس بتقعد تقول لي كانت ايام سودا. لا طبعا أيام لا لا ما ينفعش. كانت 365 يوم نعمه الحمد لله. ربنا سترها وربنا عدى الازمه على خير والحمد لله لحد طبعا كده. يعني كفايه ان احنا خرجنا منها واقفين على رجلينا الحمد لله بصحه كويسه، فنشكر ربنا على النعم دي يعني. كلمني بقى عن اسم اميمه، ايه الموضوع ده؟ بصي هو بابا لما ماما كانت حامل فيا وكده، بابا قبل ما تولدني بيوم جات له ست، حتى هو كان قايل ده في كل البرامج والحاجات دي. جات له ست حلم زي برؤيه كده، ست جايه لابسه ابيض في ابيض، قالت له سمي اميمه، هيجي لك بنت وتسميها اميمه. اوكي. يعني هو كان عايز يسميني فاطمه، دي حاجه اكسكلوسيف ليكي برضه. ايوه. فاطمه راحت، فاطمه جت. اوكي. فلا فجات له الست دي وقالت له لو ما سميتهاش اميمه هتموت.
لا بعد الشغل فعلا، لا فعلا، وجات له في عمر اخويا برضه يعني، حتى اقول لك انا مش عارف الست دي مين، انا حتى ما شفتهاش قبل كده يعني. فهي جات له في اميمه وعمر. هو كان بيؤمن بالرؤى وبالحاجات دي وبالرسائل الغير مباشره؟ طبعا طبعا. اصل في ناس يعني بتعتبر ان الكلام ده مثلا ممكن يكون حاجه في وحي الخيال او مجرد صدفه، في ناس فعلا مش مؤمنه بالحاجات دي. لا بصي، انا مؤمنه جدا بالناس اللي هي بتبقى قريبه من ربنا، وفي بينها وبين ربنا كده لينك اعمار. انا بحس ان الناس دي فعلا بتشوف كل حاجه، وبتجيلها مسجات بحاجات هتحصل، بحاجات حصلت، بحاجات في المستقبل. فلا يعني دي بتبقى رسائل من ربنا. الاحلام في احلام وفي رؤى يعني. انا صح معاكي حق فعلا، يعني الايمان بيخلي القلب بالزبط يشوف الحاجات الغير مرئيه، لان الحاجات الجوهريه العين ما بتشوفهاش. بالظبط، لان انا برضو حصل معايا موقف، انا بتكلم الكلام ده مش عبث وخلاص، انا بتكلم عن تجربه. اوكي. يعني بابا اول ما توفى الله يرحمه، بعد وفاته باسبوعين ثلاث اسابيع جالي في الحلم، كان اول مره بقى يجي لي بعد وفاته، بعد ما بطلت عياط طبعا شويه، جاي بيديني فلوس بجد، يعني هذا حصل بجد مش بقول اي كلام، جاي بيديني فلوس بمبلغ معين بشكل الفلوس اللي مضيت بيه مسرحيه مع الفنان سمير غانم بنفس الرقم اللي بابا جاي بيديهولي في الحلم. فانا مؤمنه جدا بالمسجات بتاعت ربنا اللي بتجيلنا دي. صح صح صح، بنفس الرقم يعني، هو بنفس الفلوس بنفس كل حاجه. طيب كلميني بقى عن ذكرياتك مع بابا الله يرحمه. يعني هو كان فنان عظيم وقدير، والفن فعلا فقده، لانه كان بيقدم فن مختلف وستايل ما حدش بيعرف يعمله زيه، كوميدي على حبكات دراميه، يعني كان حاجه فظيعه. كلميني عن ذكرياتك معاه بقى من اول الطفوله لعالم الفن للمواقف اللي حصلت ما بينكم. لا هو بابا بالنسبه لي ما كانش اب عادي بجد يعني، حتى لوقتنا هذا لكل الناس اللي بتتابعني على السوشيال ميديا بيكلموني احنا بنحبك من حب والدك. يعني بنحبك من كتر ما انت بتحبيه وبتفتكريه ابنه بره. لغايه وقتنا هذا بقعد بنزل في صوره، بقعد بنزله حاجات للناس تدعي له، يعني لغايه وقتنا هذا انا مش ناسياه. فهو ما كانش بالنسبه لي اب عادي يعني، هو كان صاحب، كان اخ فعلا فعلا، كان سر يعني، باخد رايه في كل حاجه، في حاجات عاطفيه، حاجات في الشغل، هو نفس الموضوع. فكنا كلوز قوي مع بعض انا وهو. حتى في شغله يعني، جيت في الفتره الاخيره دي كنت مديره اعماله، كنت يعني اللي ماسكه له السوشيال ميديا، كنت حبيتي الفن عشانه يعني، يعني حبيتي تخشي المجال بسببه. طبعا طبعا. انا اتربيت يعني، كبرت واول ما اتولدت وكبرت بقيت بروح لوكيشن بشوف بابا بيتعامل ازاي، بروح كواليس المسرح، بروح بشوف كل حاجه هو فيها. فطبيعي حبيت ده. وهو كان رافض في الاول يعني، هو كان ليه بقى؟ كان دايما يقول لي خلصي دراستك خالص وبعد كده تقرري انت ممكن تعملي ايه. يعني انت لسه صغيره فانت ممكن تكوني مشوشه مش عارفه ممكن تعملي ايه. وفعلا خلصت دراستي وجيت قلت له بابا يلا بقى يعني انا قررت، انا عرفت انا عاوزه ايه بالظبط. فقال لي انا جربت في حاجه صغيره، كان بيعمل سهره دراميه كده وقت السهرات الدراميه زمان، كان اسمها تامر وفتيحه، معاه مجموعه الفنانين بقى رامز جلال وسهام جلال وحسن حسني الله يرحمه. فجربني في كام مشهد صغير كده، لاني لا يعني كويسه يجي مني. فمن هنا بقى ابتديت يعني اخليه عايز يدخلني في الموضوع، وكان ضد الواسطه جدا جدا، وكل الناس عارفه الموضوع ده. يمكن هي دي بس الحاجه اللي جربني فيها. ومش هو كمان اللي مختارني يعني، هو كتب لي مشهدين فيها جربت لان انا ممكن. ايه اكتر حاجه كنت يعني دلوقتي مفتقداها؟ مفتقده بابا طبعا، مفتقدة الحنان والحنية والظهر. وعلى فكرة أنا مهما أتكلم وأقول برضو الكلام مش هيعبر عن كل اللي جوايا. يعني أنا حتى لما السنة اللي فاتت خلصت قلت وهي سنة جديدة خلصت وأنت مش معايا فيها، فأنا حاسة أن أنا فاقدة طبعا كل حاجة، بس ربنا أحن علينا من أي حد يعني. طبعا والله، بس يعني الفراق صعب والشوق بعد الموت لا يطاق يعني. طبعا. ولما يكون أب حنين زي بابا يعني، لما يكون حد زي طلعت زكريا ده اللي يعرفه عن قرب واللي عاشره، عارف قد ايه هو طيب، ولا كان بيتكلم على حد، ولا كان شخص خبيث، ولا كان بيحب يأذي حد خالص. اللي يعرفه اللي ما بيعرفوش. ولغايه دلوقتي انا وعمر اخويا ماشيين باسمه يعني، مثلا وقفنا في كمين في فامي في حاجه في الرخص بتاع بنت فلان الفلاني ربنا يرحمه، واقفين في اي حاجه في مصلحه حكوميه في اي حاجه، مجرد ما بنقول اسمه بس الحمد لله. والله يعني هو كان فنان قدير، وكمان لله. عمل حاجه خاصه لوزاره طباخ الريس طبعا، من احب الافلام لقلبي. بالظبط. لا هو شخص وطني جدا جدا يعني اغنيه
كان في اغنيه بيسمعها حتى في الفترات الاخيره، اغنيه عن الوطن للمطرب التونسي لطفي بشناق، اللي هي اغنيه اسمها الوطن، خدوا المناصب بس خلوا لي الوطن. الاغنيه دي كان بيقعد يسمعها على طول، كانش بيزهق. طب بمناسبه الاغاني، انت عملتي اغنيه بنت ابوها صح؟ كلميني عملتي الاغنيه دي ازاي، وكلميني عنها بشكل عام وبعدين سمعيها لي. بصي، انا ذكرى وفاته اللي فاتت انا كنت حابه ان انا اعمل حاجه مختلفه، يعني حتى لو كانت ناس عملت التجربه دي قبل كده، او يعني اكيد مش ماليش دعوه بحد، بس كنت عايزه اعمل له حاجه، بما ان احنا فنانين فعايزين نوصل رساله غير بقى الحاجات الدينيه بتاعه ربنا، اللي هو الصدقه والدعاء والحاجات دي طبعا اساسي. ففكرت فكره ان انا ممكن اعمل اغنيه. أيوة. وانا الى حد ما هو الفن يحاكي الواقع بالزبط. من خلال الافعال والمشاعر، وعايزه اعمل حاجه لكل بنت تسمعها تحس ان تفتكر باباها، ومش عايزه اعمل حاجه تكون برضو دراميه قوي تكون حزينه، يعني لا انا عايزه يعني ان هي تفتكر اوصل فكره وابقى وسطيه. تسمعيها لي، سمعي جزء كده منها. انا بنت ابوها اللي اتربت على خيره، الدنيا في عيني ما تسواش حاجة من غيره، ما بنساش كل لحظة معك لآخر عمري، مش هنساك، كفاية ملامحي تشبه لك يا روح قلبي يا أطيب حد، وأكتر حاجة وجعاني إنك مش هتحضني، وبعدك في الحياة هعاني، لكن ربنا يعني، وأكتر حاجة وجعاني إنك مش هتحضني، وبعدك في الحياة هعاني، لكن ربنا يعني. يعني أنا مش مطربة، بس أنا حسيت إن أنا يعني الاغنيه معبره جدا جدا، وخدتها وان تيك، يعني لان طبعا الغناء احساس، فانا لما وقفت قدام المايك وتقمصت كده الموضوع عملتها باحساس حلو جدا، يعني الحمد لله. طيب حلو، اديكي غنيتي وكمان دخلتي دراما ومسرح وسينما، لقيتي نفسك فين فيهم؟ المسرح. في المسرح. ليه بقى؟ اشمعنى؟ نادرا لما تلاقي حد في جيلي. انا الجمهور؟ لا خالص، نادرا لما تلاقي حد في جيلي مثلا بيبقى عاشق للمسرح، يعني معظمهم يقول لك سينما تلفزيون، بس انا المسرح لان انا اتربيت فيه، يعني انا اتربيت فيه وكبرت في مسرح سمير غانم. كبرت ان بابا بيشتغل مع سمير غانم والمنتج الكبير احمد الابياري، فانا اتربيت في الكواليس دي، كان نفسي اقف على خشبه المسرح. انت كتبتي قلتي ان هو بعد وفاه بابا الله يرحمه انه وقف جنبك الفنان قدير سمير غانم، احكي لي عن التجربه. بصي، هو بعد وفاه بابا طبعا بثلاث اسابيع لقيت انجل سمير بيكلمني وقال لي حبيبتي انا بعمل مسرحيه، وعلى فكره هو جايبني معاه بطوله فيها. يعني هنا دي تاني عمل مع الفنان سمير غانم بعد مسرحيه ترلملم تعملها معاه في 2011. كنت طالعه بنته فعلا، يعني بنته في المسرحيه كانت اللي بتعمل الدور ايمي سمير غانم. اوكي. فايمي اعتذرت، جيت انا في ترلملم دي. فكلمني بعد وفاه بابا وقال لي انا بعمل مسرحيه وعايزك معايا، هو طبعا المنتج احمد الابياري، وبالفعل رحت ومضيت مع المسرحيه، ويمكن هو شويه اللي خرجني من الحاله اللي انا كنت فيها، لان انا فعلا بعتبره ابويا التاني. وكان بابا دايما متعود ان هو مثلا ينزل له المسرح يديله 300 جنيه 200 جنيه حاجات كده، فبابا عودني من زمان من المسرحيه الاولانيه، قال لي كل ما تروحي انزلي له الاوضه قولي له بس كل سنه وانت طيب. بقيت اعمل كده، بقى يقول لي انت طالعه زي ابوكي. فجيت حتى في المسرحيه واحنا بنعمل بروفات قبل ما نصور مسرحيه الزهر لما يلعب دي، ان شاء الله تتعرض قريب ان شاء الله بالتوفيق. فجاي بيقول لي انا حلمت بحلم بابوكي كتير، بيجي لي كتير في الحلم. فانا قدام الناس كلها قلت له طب ما بيقولكش حاجه، ما بيقولكش اديها فلوس ولا فهو حبيبي قوي، وايمي ودنيا بالمناسبه بجد انا بشكرهم جدا جدا وبحبهم جدا، لان برضو بيتابعوا معايا وبيسالوا عليا وعيله جميله. لهم احلى تحيه طبعا. يعني اكيد طبعا. طب قولي لي بقى، كلميني عن عمر اخوكي ومواقفكم مع بعض وحياتكم مع بعض عامله ازاي؟ عمر اخويا طبعا يعني هو الظهر والسند طبعا دلوقتي بعد ربنا. عمر جميل وطيب، واخد من بابا صفات كتير جدا، واخد منه شبه جدا، شكل الجسم، خفه الدم، يعني عمر كوميديان فظيع. وكان ليه تجربه مع بابا في اخر حاجه عملها كان فيلم مغربي اسمه اخناتون في مراكش. اوكي. كان تصوير مغربي في المغرب، وعمر كان فيه معاه،
وعمر نزل من فيديو على السوشيال ميديا لقى ناس كتير قوي عجبها وانت كمل ونفس المسيره فعمر جميل وقعدنا فتره عملنا تيك توك على الحاجات بتاعت بابا والمقاطع دي الناس كانت مبسوطه جدا وعايزانا نكمل في الموضوع ده وعايزه عمر يمثل بس عمر يعني قال لو جت حاجه كويسه انا هقدر اعملها. خلصنا كل الاسئله الفنيه نخش على الاسئله الشخصيه. الحياه العاطفيه؟ لا. الصندوق الاسود؟ الصندوق الاسود امنيه مرات عمر اخويا صاحبتي قوي. اقرب لون لقلبك؟ اقرب لون لقلبي بحب الاسود والازرق. ايه اكتر ستايل عملتيه وبعد كده لما تقعدي تتفرجي على الصور قلتي ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ لما كنت بلبس حاجات مفتوحه قوي يعني زي كل بنت في سني كانت بتبقى حابه ان هي تلبس براحتها عندها حريه وكده فطبعا لما بشوف الصور القديمه دي. الصيف ولا الشتاء؟ اكيد لا الشتاء بحب الشتاء قوي. الشتاء؟ طيب انت لسه قايله من جيلي انت شايفه مين نجم جيلك دلوقتي في التمثيل؟ لا كتير ولد؟ كتير. قولي اختاري ولد مثلا. ولد مثلا ممكن علي ربيع مثلا. اوكي بنت؟ بنت كتير برضو ايمي سمير غانم دنيا سمير غانم. ماشي. طيب قولي لي ايمي طلعت زكريا شايفه نفسها فين في عالم الفن بعد 10 سنين من دلوقتي؟ واقفه فين؟ تتكرمي فين؟ ومين قاعد قدامك؟ اسرحي كده احكي لي كده. لا لو اكيد في اوسكار. اسرحي يا ايمي. مهرجان الاوسكار. اكيد يعني لو هسرح يبقى في الاوسكار طبعا يعني بتكرمي. تتكرمي عن عمل مسرحي لان انت اوريدي بتحبي المسرح فهتبدعي فيه. قوي قوي بحب المسرح جدا. طيب فشايفه نفسي فين دي؟ شايفه نفسي ان انا هبقى حاجه يعني شايفه نفسي ان انا هكمل مسيره بابا هوصل اللي هو وصل له. فشايفه نفسي. وايه احب أجمل فيلم لقلبك لبابا؟ لبابا فيلم ابو علي. ابو علي. بحب فيلم ابو علي جدا. فظيع. وغبي منه فيه كمان يعني. طيب كل مين الفنان اللي انت نفسك تشاركي معاه في عمل؟ الفنان اللي نفسي اشارك معاه في عمل طبعا طبعا يعني بعد الزعيم اكيد انا نفسي اعمل مع الزعيم حتى لو مشهد. بحب احمد حلمي واحمد مكي جدا ونفسي ان انا اشتغل معاهم. ده جدا دي طالعه من قلبك. جد ونداءي يا جماعه. وانا كمان جدا. ندائي يا جماعه في برنامج زلادي لاحمد حلمي واحمد مكي. خدوني معايا. وهبه معانا كمان. حبيبتي يا ايمي طيب قولي لي ايه مثلا حلم كبير من احلامك مثلا كنت بتحلميه من فتره وحصلت ظروف سيئه وما عرفتيش تحققيه. هل الحلم ده انت لسه محتفظه بيه لحد دلوقتي ونفسك تحققيه؟ ولا انت لما بيحصل حاجات مثلا وقفه في حياتك بتغيري كل احلامك ومبادئك وتبداي تحلمي باحلام جديده؟ لا خالص انا حلمي اللي انا بحلمه هفضل احلم بيه طول عمري هو حلم الفن. ان انا اعمل حاجه في شغلي وان انا اطلع ستيب لقدام في شغلي وان انا اوصل ان انا ابقى نجمه او ابقى يعني ممثله كويسه الناس تشوفها تقول لا انت شاطره انت هنا كويسه انت لا في حته حلوه. يعني انا مثلا ال المكارو هو بيعمل لي الميك اب قبل ما ادخل لك. اوكي. فبيفتح الانستجرام عندي فبيقول لي ايه ده هو انت اللي كنت عامله الزوجه الرابعه؟ فبقول له قال لي ده انت كنت الكراش بتاعتي زمان. يعني الناس بتتبسط فانا بتبسط بحاجه زي كده. فلما بنزل برضو اي حاجه على السوشيال ميديا او اي حاجه فالناس بتشوفها وبتتبسط بيها اي كلمه بتبقى حلوه بجد بحبها جدا وبتبسط بيها يعني. ايمي انت من الناس القليله اللي انا قابلتها في حياتي قلبها حلو. ويعني بصي ربنا يديكي كل توفيقه وتاخدي كل حظ الدنيا يا رب وتعملي كل اللي انت عاوزاه وتوصلي للعالميه وانا كنت مبسوطه قوي قوي قوي. انت لا احنا نخلص ونكمل بقى بعد الحلقه. ايوه انا شايفه كده. طب نختم يلا نختم مع بعض. يلا يا حبيبتي ميرسي قوي ان انت نورتيني النهارده. الساده المشاهدين يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير. كنت معاكم هبه الزياد.